وما بتطلعش الا في وقت الجد. ومناسبه الكلام ده بقى، اليومين دول او اليومين اللي فاتوا عرفنا ايه اللي حصل مع الرئيس لما كان في زيارته لبريطانيا. ما طلعش الكلام ده غير من اسبوع كده. اتاريها ما كانتش زياره، ده كان كمين انجليزي معتبر، رئيس وزراء بريطانيا اللي هو ديفيد كاميرون قاعد متقمص دور اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر يعني ايام الاحتلال. اول ما كاميرون اجتمع بالرئيس يوم ما زار بريطانيا في اجتماع مغلق، قال له بريزيدنت سيسي احنا عايزين انتخابات رئاسيه مبكره السنه دي مش السنه الجايه. راح الرئيس باصص له وهو مبتسم كده، راح كاميرون مكمل عايزين كمان تفرج عن اخوان وتحتويهم. الرئيس بس كده ما ردش، هيقول ايه مش يتكسف كاميرون على دمه؟ لا، راح مكمل عايزين واخد شركات بريطاني واخد شركات امريكاني تدخل في واخد مشروع غاز عندكم مش كله ايطاليا كله ايطاليا. مراز بس اسلو كده وبرضه ما ردش عليه. تاني مكمل وعاوزين تبطل لعب مع روسيا وتبطل تاخد سلاح من روسيا والحاجات اياها، عارف الحاجات دي ولا انت مش عارف؟ ولا كان يعني كان ناقص كاميرون يقول له يا اما هنحارب مصر في كل حاجه اقتصاد وسلاح، وكل شويه يقول له قلت ايه قلت ايه. اما الراس بصصته في الاخر قال له اقول لك ايه، العب بالين هنعمل ايه.